السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا مكان الأرانب، تعرفون حولتهم عند ابن عمي، صورتهم قبل قسم قالوا لي ليش ما تنظف المكان. ما نظفته لأن هو كان يريد يجيب رمل مع الحديقة، وبعدين جاب رمل مثل ما تشوفون. فهذه نص هذه المنطقة تقريبا انفرشت رمل مع الحديقة نظيف، عدا هذيك المكانات اللي شوية بها غراض وكذا متروكة، بس هذا مكانهم حاليا نظيف. وماتوا عنده اثنين يعني، وقسم صاير بيهم جرب، بالرغم من انه تشوفون مكانهم مفتوح وشمس وكبير. طبعا هذا الرمل من زمان فرشه هو، يعني مكانهم حيل نظيف. وحاليا همك وقسم منهم هذا تشوفون شوية مريض، التيدي لوب، وعندي التيدي لوب هذيك هم شوية صاير بيها جرب. فراح اجيب الاوبر، عندي ايفرمكتين اضربهم اوبر، وعندي هم مرهم كبريت ادهنهم اعالجهم. هذا راس الاسد، بس راس الاسد يبقى دائما سبحان الله نشط وحتى نظيف من الجرب، هو وهذه بنته. وعندي الانجورا اخر شيء كانت والده عندي، كبرى والصغار من صار عمرهم شهر بعتهم هذه الانجورا، جبتها معاهم. واكو بعد واحد خاتل معه اثنين، يعني هم هناك اكو عندهم هاي الغرف يفوتون هناك، اكو هم اغراض سكراب يفوتون الارانب هناك. فالمهم هذول الارانب انا راح ابقيهم عنده، ما راح ارجعهم، واحتمال هم يعني ابيعهم او اعطيهم لوا. فالارانب هذا راح يكون اخر فيديو للارانب، بعدها ما راح اصور الارانب، راح اعتني بالطيور واهتم بالطيور. لان الارانب قلت لكم اني ما مستفاد منهم اي شيء، كنت اربيهم كهوايه، وهاي صار لي تقريبا سنتين اني اربي الارانب. وثقنا اكثر المعلومات عنهم، الولادة، التكاثر، هاي كلها الشغلات شفتوها بالفيديوهات اللي راحت. بس حاليا انتهت مسيرتي مع الأرانب وراح أتوجه إلى طيور الزينة. فحاليا راح أروح على المحمية وأصور لكم طيور الزينة من هناك. هذا آخر فيديو راح تشوفوه عن الأرانب. هاي الطيور مال ابن عمي اللي مخلي عنده الأرانب، عنده هذه الحمام، هذا القفص مالهم، واكثر الوقت هم يعني طلعهم من القفص، بس بالليل يبيتهم بهذا القفص. شوفوهم وهذه محمية الطيور. طبعا الباب مثل ما تشوفون منبرد الجو، خليت عليه نايلون حتى لا يدخل عليهم هواء بارد. خلي نفوت جوا نشوفكم باقي التفاصيل. ان شاء الله هالاسبوع راح اصفي الفناجس، قبل ما قدرت اصفيهم لان كان جواهم اكثر شيء جواهم فراخ، وقسم اكو كان جواهم بيض. حاليا ما باقي عندي، عندي هذا العش بي اثنين، وهذاك العش بي كم واحد، وعندي هذا العش هم فوق راح يطلعون كبار بالسله اللي هناك ان شاء الله، يوم يومين هذول راح يطلعون. يبقى عندي هذول الصغار هم راح يطلعون ان شاء الله، يعني لي يوم الجمعه ان شاء الله ما راح يبقى عندي فراخ، كلها راح تطلع. فراح اصفي قسم من الفناجس، اخلي كم زوج وابيع البقيه. بلابل التمر عزلتهم بالمحميه اللي هناك، راح اشوفكم مكانهم بعد شويه. الكوكتيل كان اكو جواهم بيضتين، بس البيض ما مخصب، وطبعا الطيره الظاهر باضت بدون تزاوج، فاذا تشوفون راسها ايش سوى بيها الذكر لما كانت جوا، كان يفوت يعضها ويضربها، حتى لما تطلع برا يضربها. يعني حاليا راسها مصوب من ورا، تشوفون كان اكو عندها جرح بهذا المكان، بس بدت تطيب والحمد لله. الا عزلته، خليته بهذا القفص تقريبا يومين ورجعته حتى هدا، يعني ما كان يخليها وراها ويضربها. الله اعلم لو تاركه معها كان موتها. فالبيض من شفته فارغ شلت البيض، وحاليا خليتهم ان شاء الله يرجعون قريبا ينتجون. هذول البادجي هم بعد ما انتجوا عندي، هذا الزوج وهذا الزوج جواهم فراخ، هذول الفراخ جواه، كان جواهم ثلاثة بس واحد منهم مات. وعندي الجولدن فينش آخر شيء كان عندهم فرخ واحد، طبعا الفرخ نزل بالقاع، رجعته بالعش وجيت عليه ثاني يوم ميت، ما كان بي أي شيء ونشط، ما أعرف هل هم ما طعموه ولا لأن نزل بالقاع تأثر، ما أعرف. المهم جيت وشفته ميت فشلته. حاليا عيدورون على عش، بس أنا الأعشاش تعرفون أكثرها نفرغها، ما بيها مواد تعشيش، حتى الفناجس لا ينتجون الى ان اصفيهم ان شاء الله. بعدين بس اجيب مواد تعشيش
يعني فورا راح يبدون يلمون وينتجون، لان حاليا بس يريدون مكان دا ينتجون الفناجس كلهم، بس انا ما راح اخليهم ينتجون الى ان اصفي ابيع منهم، وبعدين ان شاء الله هذول اكثرهم طالعين برا هناك. تشوفون اللي اشوفكم المحميه اللي هناك، شوفوا هذا وين واقف، هذا طالع جديد، هذا الظاهر اليوم طالع من العش. يعني قلت لكم اكو بعض عشاش يعني بيها فراخ، يوم يومين راح يطلعون كلهم. تشوفون اللي ينزل بقاع، هذا طالع جديد. هذه المحمية الثانية خليت بلابل التمر، طبعا خليت لهم اغصان تشوفون ثبتت حتى يقفون عليها. هذول الزوج مالي والزوج الثاني هناك مال ابن عمي، بس خليه يسد الباب. والله هذا راديف لت بس شاف الباب مفتوح هذا يطلع. هذا الزوج الثاني طبعا خليت لهم بيوتهم، هذا الزوج وهذاك هم خليت لهم، وهذاك البيت هم للزوج الثاني. هذا تمر انا مخلي لهم وبروتين مطحون ومي للشرب، وعندهم مي للشرب هم مخلي لهم فوق. خلي افوت هناك اشوفكم البقيه. هذا الاكل مال هذول الزوج الثاني، هم خليت لهم تمر، هذا التمر تشوفون سويته بهذا الترتيب حتى ينزلون براحتهم ياكلون. وهذا باقي الاكل، وهذا البيت مالهم العش مالهم العفو، حتى اذا يريدون ينتجون بعدين هم راح اجيب لهم خيوط وكذا، حتى اذا يريدون يلمون او ينتجون عندهم مواد تعشيش باي وقت يريدون يلمون راح يلمون. هذول الجاوه كان اكو جواهم بيض، بس ما اعرف البيض اذا بي شيء او لا، لان جيت شفت اكو بيضتين يعني يابسات، شلون نقول لما تحركها المواد اللي بداخلها يابسه كلها، فزتيت بيضتين وباقي 4 بيضات بس هم فحصتهم اتوقع يعني هم باضوا بدون تزاوج. واكو الزوج الثاني هم عيدخلون بهذا العش، خلي اشوف هذا العش ماكو شيء لحد الان، ماكو شيء، بس ان شاء الله قريبا راح ينتجون. ها كان عندي المذبوح فنش، كنت مخليهم بهذه الخانه اذا تتذكرون. الطيرة ماتت فجأة، جيت الطيرة عترافس تريد تموت، يعني جيت عليها بآخر الأنفاس وماتت، فطلعت الفحل هم مذبوح بعد ما أجيب. هاي مرتين أجيب وتموت عندي الطيرة. الزوج اللي كان عندي قبل ماتت الطيرة، وحاليا هم آخر زوج هم ماتت الطيرة نفس الشيء. هذا الباب هم مثل ما تشوفون خليت نايلون، كان عندي شباك هم خليت هذا الكرتون، يعني سديت منافذ التهوية حتى لا يبردون، لان بالليل عيصير الجو بارد حيل. المهم هذه الترتيبات، وهذول راح يبقون كل شيء بمكان، وهذول مال ابن عمي ان شاء الله من يجي يوم ياخذهم راح اخلي غير شيء بمكانهم. طبعا انا مخلي هاي الصوب الكهربائيه هناك، واكو وحده هم عند الطيور ما مشغلها كلها، مشغل جهتين بس، وهناك هم نفس الشيء. بالليل بالذات تصير بارده، فحتى هذه شويه تنطيهم دفو. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.